بعض التحاليل الطبية بالدم والبول لبعض الأمراض الفيروس الكهربائي بي أو سي أو إيدز مع الفحوص الطبية الخاصة تحليلياً للمخدرات. يمكن يعني المستشفى تستوعب العدد وزيادة، توقع أي حالة مش مشكلة خالص نستوعبه، ولو حتى 300 أو 400 حالة في اليوم. المستشفى مجهز ومرتب يعني بكل ما يمكن من خلال استقبال الحالات. دكتور عبد العاطي النائب مدير مستشفى الرعاية. بالنسبه لعدد الوافدين لحضور كشف الراغبين في تقديم المجلس الشعبي المصري لهذا العام، هو النهارده تقريبا وصل في حدود 70 حاله من الحالات اللي كان لهم الفتره اللي فاتت كشف طبي سابق زائد الحالات الجديده. هو بعد صدور حكم المحكمة تضاعف العدد مرات كثيرة جدا. الأيام الأولى قبل صدور الحكم كان اليوم ممكن يبقى فيه ماكسيمم في حدود 20 أو 25 حالة، أصبح بعد صدور حكم المحكمة ممكن 120-130، النهاردة في حدود 60 أو 70، وإحنا على الساعة 5 مساء لسه مستمر الشغل لغاية الساعة 9 علشان يكون في رقم متوقع يكون 120 أو 130 على حسب التنظيم بتاع الهيئة العليا للانتخابات. عن سير العمليه الاجرائيه طبعا بيتم حضور الشخص الذي يرغب في اجراء الكشف الطبي عليه، وبتزيد الرسوم وهي مبلغ 2850 اللي هم اول مره، اما الذين دفعوا 4200 جنيه سابقا فيتم خصم مبلغ 1350 ليصبح مبلغ المحصل حدود 1500 جنيه بشرط تقديم ايصال المسدد المبلغ هو 4200 جنيه سابقا.